ويب سايت بيساعدك تقارن اسعار السيارات الجديده وبكبسه زر تخلي الوكيل يتصل فيك ويعطيك احسن سعر. wheelers.me بخليك كمان تقارن كل القروض المصرفيه تتلاقي الدفعه الشهريه اللي بتناسبك. زوروا www.wheelers.me هلا لتكتشفوا اخر العروضات بلبنان والامارات. مرحبا فيكم مشاهدينا بأوتو فوكس مرة جديدة. طبعا عم ضوي اليوم على طراز جديد من سوبرو هو الاكس في، بس لنحكي أكثر عن هالكروسوفر الحلو معنا أمل مارون فتال من أوتوستاس كوربوريشن. هاي أمل. هاي جوش، كيفك؟ اليوم أنتوا أكيد وكلاء سوبرو بلبنان، وطراز الاكس في عم بلاقي نسبة مبيعات عالية جدا لأنه عم يشمل كل شيء. مزبوط. ما تنسى نحن اليوم قربنا على موسم الشتاء، لما نحكي عن موسم الشتاء عم نحكي عن سوبارو طابع المغامرة، طابع الادفنتشر، ومن خلال سوبارو اكس في هالكروس اوفر العظيم يلي انبنى على شاسي اسمه سوبارو جلوبال بلاتفورم، هالشاسي الخفيف يلي فيه الموتور الخفيف، الفيتاس الخفيف اللي بيخليها تكون ريجيد اكثر على الطريق. نعم. بتحس بالثبات، بتحس بتحكم شامل بالسيارة يعني أثناء القيادة. كما ما رح ننسى هالشكل المميز لسوبارو اكس في، علوة عن الأرض، هالكروم، هالدولاب المميز. أكيد عم نشوف هلأ الخلف يلي فيه ضو الشارب يلي عم يعطيها هالشكل الحلو أكيد والإليغان. عم نشوف قديه كمان جاهزة لكل التحديات، لأصعب الظروف والطرقات عم تكون الاكس في حاضرة لتخطي كل هالصعوبات هيدي. بتكمل حياتنا اليومية. أهم شيء بتكمل حياتنا اليومية مثل ما عم تقولي، وين ما كنا قاعدين بالجبل أو على الساحل. هلا بدنا ننتقل نحكي على الداخل لهالسوبرو اكس في الحلوة اللي معنا بسنة. اكيد تعالنا على داخل الاكس في، عم تشوف شاشتين الهيد اب ديسبلاي، وعنا الشاشه الاساسيه التحكم بكون تصور شامل فيها. مزبوط. اكيد عم نشوف الشاشه اللي بتتوسط سوبارو اكس في اللي فيها كل الاوبشنات من ام بي 3، بلوتوث، ميرورينج للتليفون. اكيد نحن نوصل تليفوننا بالشاشه وبنصير دغري نتواصل عبر الشاشه. وما رح ننسى السكرين الصغير يلي موجودة فوق يلي من خلالها فينا نعرف نسبة الوقود، التاير بريشر، وأكيد كل شيء لينك للآي سايت. الآي سايت يلي نحنا هلأ عم نحكي عنه يلي هو البريفنتيف سيفتي يلي موجود بالسوبارو اكس في يلي بخلينا نتفادى الاصطدام، الوقوع بحوادث. رح نشوفه على كل حال بعد شوي لما نرجع نشوف سياره من الخارج وين موجود مكانه. لكن كمان الظاهر عندنا الفتحه بالسقف، الفخامه، الستشنج الاحمر بالفرش الجلد، سياره واسعه جدا من جوا، خمس اشخاص مرتاحين. بتعطيك هالفيلينج بالراحه لما لا. تدخل بقلبها اكيد. وما رح ننسى نظام الاكس مود يلي موجود بالسوبارو اكس في، نظام الفرمله الاوتوماتيكي والبادل شيفترز لسلاسه اكثر بالقياده. عم نشوف من الخلف كمان السياره واسعه يلي قاعدين قدام ورا بيكونوا مرتاحين من خلال سوبارو اكس في. ممتاز. لكن سياره كامله متكامله من الداخل من حيث الراحه والاوبشنز العديده الموجوده فيها. هلا صار وقت نحكي انجن وسيفتي. نتابع حديثنا مع أمل عن سوبارو اكس في، ولازم نضوي بدايه على البريفنتيف سيفتي سيستم الموجود بالسياره هو الاي سايت. مزبوط. هالتو ستيريو كاميرا يلي بتوسطوا عم نشوفهم السياره يلي بيعملوا سكان للطريق بخلونا نتفادى الاصطدام، نتفادى الوقوع بحوادث. اكيد هن نوع من بري كوليجن بريكنج سيستم، بيعطوا فرق قوي للسيارة، ما بخلونا نصطدم بالسيارة الأمامية أو بالأوبستاكل يلي قدامنا. وأكيد عندها عدة أوبشنات مثل الأدابتيف كروز كنترول، وأكيد إذا نحن وماشيين ما بعرف نمنا ما بعرف شو صار معنا، انحرفنا يمين أو شمال، هي رح تعطينا نوع من أليرت بتردنا على مسارنا اللي ماشيين. يعني أهم الكوبيلوت عم تكون معنا سيستم الآي سايت خلال القيادة. كمان إذا بدنا نحكي سيفتي 5 ستارز دائما بتاخذهم، كراش تيست عم تاخذهم سوبارو، ايرباكس كمان عدد كبير من الايرباكس موجود بالسياره، 8 ايرباكس بلس ني ايرباكس اكيد بسوبارو اكس في. يعني كامله يعني. متكامله من ناحيه الانجن، عندنا محرك او محركين اليوم؟ محركين للسوبارو اكس في، 1.6 لتر و2 لتر اكيد بوكسر انجن، 4 سلندر اول ويل درايف، 4 سلندر للتو انجن اللي حكينا عنه. واكيد نحن بننصح الجميع يجوا يختبروا سوبارو اكس في بجميع صالات العرض الموجوده فيهم اكيد على جميع المناطق اللبنانيه. على كل حال رح بعد ما حكينا كثير عن الاكس في بالشكل الخارجي بالداخل، الاوبشنز العديده، سيستم الاي سايت والمحرك، فبدنا نعرف اكيد شو الستارتنج برايس لهالكروس اوفر اليوم بسوق لبنان.
أمل بعرف في شغلة مهمة معكم مستمرين فيها اليوم بسوبارو. مزبوط، أنا حبيت خبرك عنا هو إذا بدك الفيري سبيشل ديلز يلي عم بيكونوا موجودين بصالات العرض. بنصح الجميع يزوروا صالات العرض لحتى يحصلوا على أفضل ديل بخصوص سوبارو إكس في، أكيد على سوبارو إكس في لحتى يقدروا يكونوا عم يشتروا سوبارو إكس في. يزوروا جميع صالات العرض اللي موجودة بجميع المناطق اللبنانية لحتى ياخدوا أفضل الأسعار وأفضل. شو ستارتينج برايس اليوم للسيارة؟ ستارتينج برايس للسوبارو إكس في بمواصفاتها الخارجية والداخلية اللي حكينا عنها هي ابتداء من 23,500 دولار، أكيد دون TVA وتجيل. ونحن عنا كفالة على سوبارو إكس في هي 3 سنين أو 100,000 كيلومتر، وما رح ننسى الجراج او اذا بدك الصيانه اللي موجوده بمنطقه نهر الموت يلي بتجي بتشرف على صيانه سيارتك بكل شفافيه. واكيد فينا ننطر كمان السياره بمكان معين بالصالون نحن عم نتفرج عليها لما تكون هي عم تتصلح او عم نعمل لها صيانه. شكرا لوجودك معنا امال، ملاقيك بحلقه بوكبيلي. هيك كانت سيارتنا اليوم سوبرو اكس في الكروس اوفر، حلو كثير من المصنع الياباني العملاق بعالم السيارات سوبرو. بنشوفكم بكره بحلقه جديده وسياره جديده. الى اللقاء. ويب سايت بيساعدك تقارن أسعار السيارات الجديدة وبكبسة زر تخلي الوكيل يتصل فيك ويعطيك أحسن سعر. wheelers.me بيخليك كمان تقارن كل القروض المصرفية تتلاقي الدفعة الشهرية اللي بتناسبك. زوروا www.wheelers.me هلأ لتكتشفوا آخر العروضات بلبنان والإمارات.